الليلة خليني عبد الريالي، محلى قسم على حباب اهلي وصحابي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سي العروسي عبد الحق الفنان القدير صاحب الطقطقة الجبلية، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. لكن ممكن السي العروسي تقول لنا كيفاش ندوز الحجر الصحي؟ ندوزو مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد. اش غنديرو ما عندنا ما نديرو. كيفاش الروتين ديالك؟ الروتين راه غير الدار، كتخرج جيا من الدار. ما كتخرجش من الدار. لفتي شي اغاني جديده في هذه الفترات الحجر؟ لا بدا درت شي حاجه. استفدتي منها؟ نعم ولا بدا استفدوا من هذه الاغنيه ان شاء الله القديمه. شنو علاش تغني؟ اكيد بزاف تقريبا هاد الازمه هادي وهاد كورونا المسائل، راه كاين بزاف المسائل بيد قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله كما عارفين كاين بزاف ديال المعاناه في هاد الجيل الجديد دابا اللي طلعوا له الفنانه واكيد عندك واحد التعقيب على هاد الفنانين دابا اللي بداو كيقلدوا الطقطوقه الجبليه، وطبعا ماشي الجميع، كاين شويه ديال الناس اللي ما كيتقنوش. شنو رايك في هذا الموضوع؟ كاين بزاف كطفل الدومين الجبلي بزاف، ماشي غير واحد، ماشي غير جوج. شنو كلمتك يعني في هذا الموضوع هذا؟ شنو يعني واش تعداو على الدومين كتقفصوا عليه بزاف؟ ولا دابا الموسيقيين كيطيحوا اقل ثمن، يخدموا الموسيقى المحليه كيطيحوا في الثمن. الثمن واه كاين بزاف دابا الدقيقيه كيولوا يديروا الموسيقى وكيديروا رجوع بزاف. والاغنيه ديال العروسي فاش تتغنى بعض الفنانين اللي كيغنيوها، واش ما تتقلقش من هذه القضيه؟ لا ما تقنها كيعجبني، اللي ما تقنهاش كيقلقني كيعصبك. ايوا لا بدا التورات خصو يتقنوا او ينسحب. سي العروسي شنو هي اكبر غرامه تحطات عليك؟ وكما عارفين انت كتحيي بزاف الحفلات في الريف والريافه، حنا عارفينهم كيغرموا مزيان. انا واحد العام في الناظور تقريبا 12 مليون بحال اللي كنحلم في الحريه الفلوس الاكثر نمشي تسحب لي. انا مزوره في مزوره وهي فلوس حقيقيه. هي فلوس حقيقيه، فلوس حقيقيه، ولكن كامل من الريفيه ما كيغوتش تزيد. وكرموك هذاك النهار كرموك الدراري اللي معاك حتى الشباب حتى هما نادي الشباب كانوا زينين. عمر شي عرس داروك شي هديه مفاجئه؟ داروا بزاف. شنو هي احسن هديه كانت عندك شي عرس؟ وهي هذه بزاف هديه، شي وحده هديه كانت بزاف كالوبيات وسعيد راه ما شاء الله وصل. شي ذكرى زوينه تتذكرها على السي العروسي الكبير الوالد الله يرحمه؟ انا المرحوم دوزت معاه 40 سنه ديال الموسيقى. تبارك الله. على يدو تعلمت يا السي العروسي؟ على يدي هو. شنو 16 عام وانا في الموسيقى معاه. تبارك الله. شنو هي الحاجه اللي كان كيضغط عليك بالضبط انك تتعلمها؟ هو كان رافض نقرا، كان رافض تكون فنان، ما كانش باغي ندخل لهذا الدومين. ولكن موهبه من عند الله سبحانه وتعالى، تبع القرايه وتبع الموسيقى. وفاش دخلتي وبدا كيعلمك واش كان كيضغط عليك شي حاجه تتعلمها بالضبط؟ لا تقنها. لا ما عمره يعني لا. كان صافي خلي حريتي تبارك الله، ها جاب الله النصيب. والاخ ديالك حتى هو موسيقي؟ تبارك الله. حتى الخوت خمسه الخوت موسيقيين، حتى الخوت خمسه تبارك الله خمسه. واحد راه في فرنسا واحد راه في طاليان، مجروم. السي العروسي علاش ما مشيتيش في عالم الفيديو كليب؟ الظروف بحال اش الظروف؟ ما كاينش اللي غادي يسول فيك، ما كاينش اللي غادي يبحث فيك. فهمتي من اي ناحيه مثلا يبحث فيك؟ هو دابا كاين الناس دابا حاليا مطفين على الموسيقى، قلت لك هرسوا المسائل كاع. ولكن حنا كنعرفوا السي العروسي عنده المعجبين بزاف، خصوصا الناس ديال تاونات الحسيمه من تاونات وانت طالع. نعم احنا الحمد لله خدنا مع الجميع، مع الجبل، مع فواسه، مع الرباطيين، مع كازا، مع الريف، مع كل شيء الحمد لله. ولكن داك المنطقه اللي كيموتوا عليك ديال بصح الشمال كامل. الشمال كامل يعني عندك المعجب. لو كنتي دخلتي في المجال ديال صناعه الموسيقى بحال الفيديو كليب جديد وفيديو كليبات جداد دابا المرحوم بالنسبه انت كمعجبين بك في الشمال، عروسه الشمال طنجه والمناطق الشماليه، علاش بالضبط عايش في مدينه فاس؟ وانا في فاس عندي وليدي مربيين، تقريبا مربيين في فاس، عايش هنا مع ولادي وخوتي والاصدقاء ديالي هنا، مولف تنفس كنطلع كنمشي لبرا لفرنسا ندير سهر على برا.
سي العروسي الا كان ممكن حنا عارفينك حضرتي كذلك في حفلات شعبيه وتعاود لينا شي قصه وقعت لك وخلعاتك مثلا نمشي مع سمعنا بعض الاشاعات اللي كاين اللي كيطلع وكيتخضر على السي العروسي وكيبقى يشرط في الحمو وكاين بزاف يعني وقع لك شي موقف بحال هكا بزاف ماشي مره ماشي جوج يعاود لينا شي موقف هكا وقع لك وخلعك انا واحد الليله وانا اللي خدام في طنجة نعم واحد لقاها واحد السيد درت له مولاي الطاهر ناض ضرب كرش بالموس الله يديه انا خلعني جالس قال لي عزاز كمل ما تحبش هزوه خرجوه انا خفت بيضربني والله العظيم واش كتظن المخدرات ولا جنون ولا شنو؟ ما عرفت وكاين والنساء اللي كتطلق بعد الموسيقى كيطيحوا كيطيحوا في الارض في بزاف لا 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 عيشه ياك على مالكا واحد الصديق ديالكم كان في الموسيقى عبد الرحيم الفيبرور عبد الرحيم وكان في ليله تعرسوا جا واحد السكران ودار الفوضى وحشاو من تحت المنصه سير حسن جوجكم عبد الرحيم عبد العالمي 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 والسيد قحياح في العرس حشاو من تحت المنصه العروسه ذكريات بزاف عندك بزاف تزوجنا كيفاش كيكون الاحساس ديالك ملي كتنوض الفوضى في العرس صاحبي الخلعه كنخاف كتكمل شنو كتكمل الدقه ديالك وخدام معصب كغدير ضرب واقع انت ضرب واقع حول الجرح وانا خدام حول الوقت ما تقدر توقف ما اش غدير لا قفتي تلو الامر وبالنسبه السي العروسي تبارك الله دوزتي في الشباب ديالك بزاف العراسات وكان ما كانش العرس فيه العروسي بحال ما كاين والو كانوا عندك شي معجبين النساء اللي كنتي كتلقى شي مشكل عندك مع هاد المعجبات وانا كان كيبغوني كنبغيهم نعم الزوجه ديالك ما كنتش كتقلق وتغير عليك لا لا وعارفين الضومين هذا العمل ديالي يعني متفهمه متفاهمين مساله عاديه تبارك الله عليك السي العروسي كنا كنعرفوا بان بحال دابا ملي كتمشيو للشمال كيبقاو العيالات يزغرسوا يلاه الجو كيبقى داخل داك الدوار ملي كتوصلوا عند الدار اللي فيها العرس كامل البارود السمولة كيبيلا والزغارت كندخلوا والزغارت نازل الحفله كل الوقت الجو هو الاول كيفاش كيكون يعني الاحساس ديالك كتوصل لدار الحفله وكنا كنخدموا دابا النساء بوحدهم والرجال بوحدهم البديه كيتخلطوا النساء مع الرجال لا النساء بوحدهم والرجال بوحدهم سي العروسي كلمتك اخيره لهاد الناس دابا اللي ما محترمينش الحجر الصحي وطبعا حنا عارفين رساله الفنان كتوصل شنو تقدر تقول لهم نطلبوا عليهم الله يهديهم ويفعل هذا الوباء قريب ان شاء الله عاجلا حنا صابرين هذا امر الله ما عندنا ما نديرو بالنسبه للمهرجانات تلغاو ولا كتلعب تلغاو اختي باش وكاين شي تعويض من وزاره الثقافه ما كاين والو الحفلات تلغاو ودي شاد شعرابن كلش شطاو العرابن سمحوا لك في العرابن هنا لا مازال شنو هذا مازال ترجعوا زعما كيبدلوا سمحوا لك في العرابن ولا رديتيهم للناس كاين اللي سمح كاين اللي رجعت لهم كاين اللي غادي ياجل نعم نعم تحياتي لك خويا العروسي وشكرا لك تحياتي شكرا خلوني لا خلوني الروح في حالي ما احلاها قرسان على حباب اهلي وصحابي خلوني لا خلوني الروح في حالي ما احلاها قرسان على حباب اهلي وصحابي والضر والموال خضرة ونزا فوق الحجرة والضر والموال خضرة ونزا فوق الحجرة خليوني لله خليوني الروح في حالي ما احلاها قرسام على حباب اهلي وصحابي فراسي لندينا الغدينا توحشي مع الحنينة والمدعوينة طلعت لي فراسي لندينا جات لي الغدينا توحشي مع الحنينة والمدعوينة والضر والموى الخضرة ونزها فوق الحجرة
خليوني لله خليوني الروح في حالي. محلها قسم على حباب أهلي وصحابي.